السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سأوضح كيف أن نستخدم الواجهة الرسومية في لغة بايثون Graphical User Interface. أولاً بنستورد مكتب تيكنتر، فبنكتب في أول سطر from تيكنتر import asterisk، وبعدها نكتب الأمر import tkenter، وبنفتح متغير وليكن اسمه ويندو، النافذة اسمها ويندو، هنفتحها متغير تاخد التيكي الخاص بالتيكنتر، فبنكتب تيكنتر دوت تي كي، ونلاحظ ان انا بكتبها كابيتال، ونفتح براكتس ونقفلها. دي النافذه اللي هعملها واجهه رسوميه اساسيه، فورم اساسي اضع عليها كل الويدجز. بعد كده احدد حجم النافذه، فبكتب ويندو دوت جيومتريك جيومتري، وبنكتب حجم النافذه بين علامتي تنصيص كوتيشن مارك، ونكتب مثلا حجم النافذة 400 اكس في مثلا 300. عايزين نعاين حجم النافذة، فبنكتب هنا ويندو دوت مين لوب، يعني افتح النافذة وخلاها تعمل لوب في حلقة تكرارية مستمرة معروضة على الشاشة. نعاينها مبدئيا ونشوف كده اتعملت المكتبة الواجهة. استورد المكتبة تيكنتر وكتب هنا العرض 400 في 300، وكتب لي هنا في التايتل تي كي. طيب انا محتاج اغير التي كي ده المكتوب في التايتل الخاص بالنافذة، فبنكتب الامر التالي، بنكتب ويندو دوت تايتل ونفتح براكتس وبين كوتيشن ونكتب جرافيكال مثلا يوزر انترفيس، اكتب العنوان اللي حضرتك عايزه، فبكتب هنا على سبيل المثال Graphical User Interface GUI، ننفذ يبقى نجد هنا انه كتب لي Graphical User Interface هنا عنوان للنافذه. لو حبيت تغير الابعاد بغير الابعاد من هنا بعد الويتس وبعد الهايت. بعد كده عايزين نضع ليبل الويدجتس، اضع الليبل على النافذة، فافتح متغير مثلا هنا وليكن اسمه ليبل بيساوي تيكنتر، واخد منه الاوبجكت ليبل وافتح براكتس، وعايز اضع هذا الاوبجكت على الويندو، فباخد هنا مثلا اكتب ضع على الويندو اللي انا فاتحها شويه المتغير اللي انا فاتحه خاص بتيكنتر، اخد كوما واكتب تكست يعني النص المعروض على هذا الليبل، واكتب مثلا كلمة hello my viewers، واخد هنا كوما واحدد الويت، يعني مثلا خلي الويت مثلا 10 كوما، واحدد الهايت الارتفاع الهايت يساوي مثلا 3، ونكتب هنا في الاخر دوت باك ونفتح البراكتس ونقفله ونعاين، نضغط رن نجد هنا كتب هالو ماي فيورز، لكن لم تظهر بالكامل. لماذا؟ لان الويتس هنا حجمه صغير، فنغير من الويتس بدل ما يكون 10 اخليه مثلا 20. نعاين تاني رن كتب هنا hello my viewers. لو حبيت اغير من الفونت فبزود هنا واخد كومة واكتب فونت بيساوي وافتح براكتس، والبراكتس هياخد قيمتين، القيمة الاولى اسم الخط، فاكتب مثلا خط هنا تاهوما، وهنا اكتب حجم الخط وليكن 20. ننفذ ونعاين كده الخط نوعه تهومه
والسايز ب 20 20. ده كان وضع الليبل على النافذة. لو حبيت أضع تكست، بنفتح متغير اسمه تكست يساوي كليك انتر دوت، وآخد المتغير تكست وأفتح قوس وأضع الويدجت ده على الأوبجكت الخاص بالويندو اللي أنا اخترت اسمه هنا ويندو، وناخد كوما والتكست أحدد الويدث الخاص بيه، فبكتب هنا الويدث العرض يساوي مثلا 20 كوما الهايت يساوي 3 مثلا، ونيجي هنا بعد الأقواس دوت باث ونفتح براكتس ويغلق عادي، نضغط ران نجد انه وضع ليا هنا تكست. التكست اكتب هنا في داخله I mean is magic، يقبل ان انا اكتب بداخله النص. ده كان بالنسبة للتكست. طيب لو حبيت ان انا اضع راديو باتون، فافتح هنا متغير مثلا راديو باتون يساوي راديو باتون، ومثلا اكتب هنا راديو باتون 1 يساوي تيك انتر دوت راديو باتون، وافتح واحدد الاوبجكت اللي هضع عليه هنا الويندو النافذه، واحدد التكست اللي مكتوب على الراديو باتون. فمثلا نفرض ان انا عايز اختار من الراديو باتون ده الوان، فبكتب مثلا هنا جرين مثلا ده التكست، واخد كوما ونكتب الويت عرضه يساوي مثلا 20 كوما الهايت الارتفاع مثلا يساوي 3 على دي باتون، ونكتب هنا في الاخر دوت باك ونقفل البراكتس. ننفذ وضع لي هنا راديو باتون. لو حبيت اضع راديو باتون تاني، فبننسخ السطر ده كده وكليك يمين ونختار كوبي، وهنا تحت كليك يمين واختار بيست وغير ار بي 1 ل ار بي 2، وحدد مثلا النص اللي هيظهر عليه وليكن مثلا ريد. ننفذ، كتب لنا هنا جرين وريد، ولاحظ ان هو عمل اختيار للاثنين. طيب انا مش عايز يعمل اختيار للاثنين، فلازم اضع فاريبل وفاليو يستقبل القيمه. فبنكتب هنا الفاليو الخاص بالاولاني، الفاليو يساوي 1، وبالنسبه للثاني الفاليو يساوي 2. ننفذ، هنا نضغط بيختار قيمة واحدة. أما استقبال القيم في المتغير فهنبقى نوضحها في حلقات قادمة إن شاء الله، إزاي نستخدم نتلقي هذه القيم في المتغيرات أثناء سير البرنامج. طيب لو حبيت أضيف تشيك باتون، فبكتب هنا مثلا تشيك باتون 1 يساوي تيك انتر دوت شيك باتون، نفتح قوس ونكتب المتغير اللي خاص بالنافذه ويندو، ونكتب التكست النص اللي هيتكتب عليه يساوي مثلا انا بعمل ان هو بيختار هوايات، مثلا اختار مثلا هوايه مثلا الفوتبول الهوايات اللي عنده، وهو ممكن يكون عنده أكثر من هواية، يعني معنى ذلك هيبقى عندي أكثر من تشيك بوكس. هنا واختار الويدث العرض الخاص به مثلا هنا 20، وآخد الهايت الارتفاع وليكن 3. ننفذ، طبعا هنا قبل ما ننفذ هنعمل باك
نعين هنا عمل لي تشيك. نلاحظ ان النافذة اصبحت صغيرة، عايز اكبر ارتفاع النافذة الاصلية اللي هي الويندو الاصلية، لان انا جيت هنا في الاخر، فبنكبر هنا الارتفاع فبنخليه مثلا نقول 500. ننفذ، واضح لي ان عندي مسافة كافية تحت زود الارتفاع الخاص بالنافذة. بعمل تشيك بوكس تاني، باجي على السطر ده كله احدده للتيمين، اختار كوبي وانزل هنا واختار ده تشيك رقم 2، تشيك بوكس رقم 2، واضع التكست الخاص بي ان مثلا بختار الهواية الاولى الفوتبول، الهواية التانية مثلا تنس. ننفذ، ده التشيك بوك الاولاني وده تشيك بوكس التاني. طبعا الفرق بين الراديو باتون والتشيك بوكس ان الراديو باتون بيسمح لي باختيار واحد، اما هنا بيختار هنا واحد بس، ده راديو باتون. اما بالنسبه للفوتبول والتنس دول التشيك بوكس بيسمح ان انا ممكن اخد اختيار واحد او اتنين معا، او ممكن ما اختارش منهم لا شيء، لا اختار لا شيء منهم. ده بالنسبه للتشيك والراديو باتون والتكست والليبل. اما لو حبيت اضيف باتون فمثلا بفتح هنا متغير باتون بيساوي تيك انتر دوت باتون، وافتح قوس واختار الاوبجكت اللي هضع عليه الباتون، اختار الاوبجكت هنا ويندو نافذه، اختار كوما وهشوف اكتب ايه على التكست. يساوي نكتب هنا مثلا كلمه اوكي ونحدد الويت العرض يساوي 20، الهايت الارتفاع يساوي 3 مثلا. نيجي هنا دوت باك، نفتح البراكتس ونقفل البراكتس تاني ونضغط مفتاح رن، نجد انه بيضع ليا هنا الزرار هنا في الاسفل. يبقى انا وضحت النهارده ازاي نعمل واجهه رسوميه جرافيكال يوزر انترفيس، ازاي نضع على ليبل، ازاي نضع على تكست بوكس، ازاي نضع على راديو باتون، ازاي نضع عليها تشيك بوكس، ازاي نضع عليها باتون. ان شاء الله في الحلقات القادمه ساوضح كيف نستخدم هذه الويدجتس في وظائفها، ازاي نكتب اكواد تستقبل الكليكات من مفتاح اوكي، ازاي نستقبل التكست الفاليو اللي هتتكتب في التكست بوكس، ازاي ان شاء الله كيف ناخذ القيم التي سنختارها في زر الراديو باتون، وايضا القيم التي سنختارها من التشيك بوكس ان شاء الله في حلقات قادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.